صوبان ديكا بوكان وغتوسكا مرشا إلا بقرية هاولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كنتين إلهي بنو فهد مقينا هذا ما أنتين إلهي بنسكره أنت أكد بوحن أم هاد نقينا أم هاد بلارا نتشيدنين وراغ بوكان نوصو بندقاي عبد الشكور محمد ورنتي أنا سلاي وحقاتي دو يرول آد أوي أو مسؤولية الوضرين إنا وضا صاريدا أمدا وحلوكي بياتي تحي سيدا يوكي ما ينقفك وضا وحبه كما ربط ندقا كينو إنك وحلقيا با ولي بين تقفك نوليه وحلقيا با حسكي سي مهنقي سي شيغستي سي وحقوي هاي أدوينو غيري حجادة نحبو حسن أفق الله ما قبي ولها وحاك وشرتي ذاتك كالقفك سي وحترة وتحكي لي هاي نكون عملي قتابتك وأتكتو متانة ترتر بات كدافتار لكي توصل يوضا رنتي ودبع عدها وكدلي لي ذاتك الصوماني لأقو دهام بي أحي إيه وحينا نقوبها النحي إلى المسؤولية ذات داري النوح هاد راوي إن بدن بلغي يلو هالك كان لغي أورب وحان فيلايا إيران قولا قورا هاد راوي يكوي هاي عن عدنا كسو بندق كريم قف قارن يبوغ سوقاتينا وسن قرغوي الكوبن يبوغ سو بندق وسن كسو بندق كريم مركا هاد راوي لغا هاد ليو هاد ياد استرادة موضوع كستو ونرشا كمي كاملا كهدا وحاد أغاني سامات قادن إسا إنه متخصص كويه مركو أفكا سوماليغا يدقن كهدا ليو سيدا بوغا كوار كيستان يبوغي كوري يو يسو قعنتي سكو قرية هوالا ورا وحادر كيستان إنه أف سومالي برحلا ومانتا هادا بوغاكتي نكلا أخردان لگیا بد دخیل بدنی نه کوچه تام وحیاب بدن اون لسود کلی اما لگسوا استعاره استول لگسوا قاته افاف کل ایک بیوهان و حکار که سه سومالی بر حال مرکو که هنی دیگه ایک یا دولک یا درت و حد اورانی سه هبین مقاله اسم تاجی مرکو که هنی تعلیم یا قانو که هنیو و حد اورانی سه أورنتي أحيد ميلها ومتخصص كفوها أما أيما أحيد أبونتيس قف كتا فنوني أما كتا لحتي يومي هاي بات قرانيس مركا وموضوع كستا هيس كستا أما ماسي كوستا أولي أكاد لسو مركو كالقاع الكهر اللي يسلا هدي وشيغي حلبان كيوري ودبو كذلك حزبي وو إيو تشعي الكهر اللي يو حد صوني سامانتا إيري دبوه اللي غير هذا مهري هيس تا هو يو و محمد حاجیس بسوقاتی، املاين ماي، قف افتهام او که هدی، اما قف هدر کویری او کشته حی، اما عدو حک قرطی، او بیل که ایک کوبان طی، یه این تقول لب روی هست از، عد کوگاری کتو هویی امانت دیه تی طی، و حکشی کرتا، رو توی کوبان طی، و هم تیز ده. حل ملوغتي هدية يشرتو وح أبال لقشادو ومدى أبال قشادي مسكا حد يسير وينو قروري مكا عنصو وريو ننك لو أبوانا ورقيا صاحبة هايبا تدواتنا تيقوي الله وحاكو تيري مسكا حد يفندال لقلو رواينا ما تايا دلال كيبوها ري عواني نقسيه حانس ليا هدية دلال بكو هرسنا وينو قروري وأنا قلتي إن لوغونا أبال حيو لوغونا مهد نقو حسكي سئيو شيغستي سنة لبديو وأينا نقنن حبالة أمانو وفق مركو لنتوه قرى أينو ينتينو استلتاقنو أينو كدل برورنا أينو نكاسوها وكاسوها لكن ما لنتو وچوغو قفك مضاني وأين الحصا لنا قيمة إياه روحانتي وحن رجيني إن شاء الله تعالى للي يرادو إنه وحفظاً كبراً دوناً وإنه أقاداً دوناً أف صومالي لهفي أو كالاقليغان أو رنتي دقن كودة
iyo maxaa wixii ay dadkoodu ku noolaayeen iyo waayaha ay soo mareen aad ugu sharxaya. Mararka qaarkoodna la odhan karo wuxuu si dhaba uga hadlayaa waxa maanta jooga, lagana yaabo ka boqol sano kadib jooga uu is yidhaahdo saadaal bay ahayd uu maanta ku saadaalinayo oo kaga hadlayo. Oo aan isleeyahay maansada iyo hadalka ama ha noqoto tix ama tiraab ha noqoto ya hatraawi waayo kasta way la noolaan kartaa insha allahu tacaala. Waxaan u rajaynaynaa ilaahay uu caafimaad taama siiyo haddii ilaahay idmo. Waxaanu rajaynaa dhallinyaradu inay buugga ka faa'iidaysan doonto. Waxaan filayaa runtii sidii uu sheegayay gudoomiyaha hay-adda shaqaaluhu maya mudnayn maanta madasha buuggan lagu soo bandhigay inay sidan u ekaato dhaliil bayna inagu tahay ka ummad ahaan. Waa inaynu dhaliisheena qaadanaa. Runtiina waxa u baahan in la dhiirigeliyo. Waxaa ugu horeeya qoraaga buugga oo laynooga sheekeeyey waqtiga uu geliyey iyo dadaalka uu geliyey. Maanta abaalgudkiisu waxay ahayd inaynu la dhegaysanno oo ka dhegaysanno oo aynu la noolayno wixii waqtiga intaa la geliyey aynu nooga mahadnaqno oo u muuqdo qof dadkiisa degaa dadaal geliyey oo ifurti geliyey oo u baahan mudan in loo mahadnaqo. Runtii taana waynu mahadnaqi baan leeyahay insha allahu tacaala. Dhiirigelinta wax kaloo ka mid ah waan u mahadnaqayaa shirkadii halka kan iyo afraadii ka qaaday buugta oo ah in la dhiirigeliyo berito. Haddii qof waliba buuggii inta la qoro cid qaaday iyo cid akhristo la waayo waxay noqonaysaa deerintaa laftigeedu in la hanjeebiyo la hamad jeebiyo intii ay ku duugnay ama lahaa maxaan idhaahdaa nashaadka iyo quwaddooda rabay inay soo bandhigaan fikriga ah soo bandhiga bay turtiya wax u dhimaysaa. Insha allahu tacaala boqol buug baan golaha u qaadaynaa dhammaan xildhibaanada iyo shaqaalahooda haddii ilaahay idmo. Oo aan rajaynayo iyaguna inay golaha keeni doonaan dhallinyarada maxaa dhaa hawshan haysay. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa intii hawsha soo qaban qaabisay oo guddiga qabanqaabada oo runtii Yuusuf Shaacil oo aniga soo gaadhsiiyey maxaan idhaa casuumadda uu ugu horeeyo intii tebisay iyo intii ka qayb qaatay dhammaantood ba. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.